اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. نكمل مع بعض في ازاي اعمل تيوننج للبي اي دي كنترول بارامتر باستخدام زيجلر اند نيكولز السكند ميثود، وهناخد مثالين عشان نفهم الموضوع. المثال الاول مديني هنا كلوزد لوب زي ما انت شايف، دي عندي السيستم عندي او البلانت، عايز اطبق عليها كنترولر. الكنترولر ده ممكن يبقى بي كنترولر او بي اي او بي اي دي، اي طريقه او اي كنترولر من الثلاثه اللي هو عايزه بنفس الخطوات. عموما لو انا عايز اطبق بي اي دي كنترولر معادلته بالشكل ده، تمام، دي المعادله بتاعته. عشان اطبق المعادله دي لو لاحظت محتاج ثلاثه بارامتر، الكي بي والتي اي والتي دي، دول بجيبهم من الجدول. وعشان اجيب القيم دي من الجدول اللي عمله زيجلر ونيكول، لازم محتاج الاول كي سي ار، ومحتاج البي سي ار، والبي سي ار عشان اجيبها محتاج اوميجا سي ار. يبقى لازم دول اجيبهم في المساله عشان اعرف اطبق في المعادله دي. اجيب الكي سي ار ازاي؟ باخد الجي عندي، الجي اللي هي كانت فين؟ السيستم الاصلي. خلي بالك ممكن يديها لك في بلوك بالشكل اللي قدامك ده، او ممكن يديها لك الجي بس كده ويقول لك ان دي اوبن لوب ترانسفير فانكشن. يبقى ممكن يقول لك ان الجي اوبن لوب ترانسفير فانكشن عندك بالشكل ده من غير ما يديك البلوك عندك. يبقى هضرب الكي في الجي، هنا الكي مضروبه في الجي زي ما انت شايف، هسميها دي جي كلها، تمام. هو اول حاجه بيطبق هنا كونستانت جين بس متغير، قيمته متغيره فاريبل عندي، هيبتدي يضرب الكي في السيستم عنده وبتطلع بالشكل ده. انا عايز قيمه الكي دي اللي هي كي سي ار، تمام. اعمل ايه؟ اول حاجه بجيب الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن، بجيبها هنا ان انا باخد الاوبن لوب بحطها زي ما هي، واعمل يونتي فيدباك واجيب الكلوزد. بعد ما تجيب الكلوزد باخد المقام بتاع الكلوزد ده اسمه الكاركترستيك ايكويشن، بجيبه ده واعمله بالراوس تيبل. نروح نعمل الراوس تيبل، هبدا بس تكعيب لغايه اس اس 0، ببتدي احط المعاملات زي ما اتعلمنا في الراوس تيبل. ابتدي افك المحدده دي، هفكها عادي خالص، الكي هنا تنزل عشان السيستم يبقى ستيبل ويبقى العمود الاول كله موجب. هاخد الترم ده لازم يبقى موجب، ومن هنا تطلع الكي عندي اقل من 30، تمام، وهنا كي اكبر من زيرو. ادمج الشرطين مع بعض يبقى السيستم عشان يبقى ستيبل يبقى الكي من زيرو ل 30، ده عشان السيستم يبقى ستيبل. خلي بالك الكي من زيرو ل 30، طب الكي اكبر من 30 السيستم ان ستيبل، طب لو الكي تساوي 30 السيستم كريتيكال. عند الكي تساوي 30 السيستم كريتيكال، يبقى اقول له كي كريتيكال بتساوي 30 اللي هي مين؟ الحدود بتاعتي، تمام. طيب انا جبت اول ثابت اللي هو الكي سي ار اللي انا عايزه. المطلوب الثاني في المساله حتى لو ما قاليش لازم اجيبه، اجيب حاجه اسمها اوميجا سي ار. بجيبها ازاي؟ دايما بروح للراوس تيبل، ببص على الصف اللي فيه اس تربيع، ببص على الصف اللي فيه اس تربيع، بكتبه على هيئه معادله. المعادله دي لو عايز اكتبها تبقى ازاي؟ يبقى عشان احصل على الاوميجا سي ار ببص على اس تربيع الصف بتاعها، يبقى 6 اس تربيع من هنا، 6 اس تربيع، وبعد كده اس مش باخدها، ده يبقى الحد المطلق، تبقى عندي المعادله اهي. طيب عندي المعادله دي فيها مجهول كي، طب ما الكي اتعوض عنها بالكي سي ار، يبقى الكي اتعوض عنها بالكي سي ار من فوق، تبقى 6 اس تربيع زائد 30 بتساوي 0. طب هتتلخبط، هيبدا كده 6 اس تربيع، وروح للمعادله بتاعت كاركترستيك، يبقى 6 اس تربيع، الغي الترم اللي بعده ما اخدوش واخد الترم لحد المطلق، تطلع ب 0، اعوض عن كي ب 30 واطلع المعادله دي، اخد المعادله دي احللها، يبقى 6 اس تربيع زائد 30 بتساوي 0، احللها من هنا، هطلع اس سالب وموجب جذر 5 جي. جذر 5 دي هي الاوميجا سي ار، يبقى دايما المعادله دي لما تحللها هيطلع بيور ماجينري عندك وكونجيجيت، تمام، هيطلع دايما قيمه في جي بلس وماينس، القيمه دي هي الاوميجا سي ار، يبقى الاوميجا سي ار هنا جذر 5. ايه هو الاوميجا سي ار؟ هو تردد الاشاره اللي بيحصل ليها اوسيليشن. ما خارج السيستم لما بطبق عليه فاريبل واطبق عنده الكي ب 30 يطلع السيستم بيعمل اوسيليشن. تردد الموجه دي اسمه اوميجا سي ار. انا مش عايز التردد، انا عشان اعوض في الجدول انا محتاج بي سي ار. بي سي ار هو ايه؟ البيريود الخاصه بالسيستم اللي بيحصل له اوسيليشن. يبقى البي سي ار هو الزمن الدوري بتاع مين؟ السايكل اللي قدامك ده. البي سي ار عباره عن ايه؟ قانون يتحفظ 2 باي على اوميجا سي ار. طب الاوميجا سي ار انت جايبها من فوق، عوض طلع البي سي ار تطلع بالقيمه دي. اروح للجدول، الجدول دايما هتلاقيه يعتمد على الكي سي ار والبي سي ار. بص كده الجدول دايما هيعتمد على البي سي ار والكي سي ار، كي سي ار ب 30 والبي سي ار بالقيمه دي انت جايبها. هروح اقول له لو انت عايز تطبق بي اي كنترولر اعوض في المعادلات بتاعته. اروح لكده في الصف اقول له بي اي دي كنترولر، يبقى الكي بي اللي كانت في المعادله الاصليه تطلع 6 من 10 كي سي ار، التي اي تطلع بنص بي سي ار،
التي دي بتطلع بالثابت ده بي سي ار، تمام يا شباب؟ يبقى ده البي اي دي، اطلع المعادله الكي بي بالمعادله دي، التي اي بالمعادله دي، التي دي بالمعادله دي من الصف ده. يبقى اجي اقول بي اي دي كده، الكي بي بتساوي المعادله دي، التي اي بتساوي المعادله دي، التي دي بتساوي المعادله دي، وابتدي اعوض عن الثوابت عندي. ده لو هو عايز البي اي دي تطلع بالقيم دي. طب لو قال لي عايز بي اي كنترولر، اجي البي الكي بي بيساوي المعادله دي، التي اي بيساوي المعادله دي، واعوض عن البارامتر عندي. طب لو عايز بي كنترولر، اروح للصف بتاع البي، اعوض عن الكي بي بالمعادله دي، والتي اي بما لا نهايه، والتي دي بزيرو، واقول له الكي بي تطلع بالقيمه دي، ابتدي اعوض. لكن انا في المساله اصلا عايز بي اي دي كنترولر، يبقى دي البارامتر عندي. معادله البي اي دي كنترولر انا شارحها في اول سلايد، اللي هي المعادله دي. يبقى عندي الكي بي والتي اي والتي دي انا جبتهم اهو، ابتدي اعوض عنهم. اول ما اعوض اوحد مقامات اخلصها بالشكل ده، تطلع بالشكل ده، احطها في البلوك هنا، وده البلوك ده خاص بالجي اللي هي بتاعت السيستم. اوعى تحط هنا كي طبعا، ما تتضربش في كي، بتتضرب في كيف اول المساله بس، واعمل يونتي فيدباك. طبعا هو لو قال لك هات الكلوزد لوب، هتجيب الكلوزد لوب عادي خالص. لدي قال لك ارسم اليونتي في ارسم الريسبونس لليونتي ستيب، هطبق يونت ستيب على السيستم اللي قدامك ده، واطبق مين الانفيرس لابلاس عندي، وارسم عادي خالص. روح لمثال اتنين. مثال اتنين هو مش مديك البلوك ده، مديك الترانسفير فانكشن دي، بيقول لك ان الاوبن لوب ترانسفير فانكشن بالشكل ده. في حاجه مهمه لما انت هتطبق زيجلر ميكون، لما يديك الترانسفير فانكشن الاوبن لوب، لو هي مديها لك فيها كي انون يبقى كده تمام، لو ما اداك المعادله دي وما فيهاش كي انون بتضرب الباست في كي، بضرب الباست في كي لو ما فيهاش كي، تمام؟ واخد دي الاوبن لوب، الاوبن لوب تبقى هنا اللي هي الكي في الجي، تمام؟ هتروح تجيب الكلوز بنفس الطريقه، هتاخد المقام، المقام هو الكاركترستيك ايكويشن، ابتدي اعمل الراو ستيبل، ابدا من اس تكعيب لاس اس زيرو، احط المعاملات. طبعا انا ايه فكيت دي وخلصتها، هتروح المحدده دي تفكها، لما تفكها اضرب ده في ده ناقص ده في ده على كي ناقص واحد، تطلع بالشكل ده، ال 24 تنزل. يبقى عشان السيستم يبقى ستيبل، يبقى العمود كله الاول موجب، يبقى كي ناقص واحد تبقى موجبه، يبقى الكي اكبر من واحد، من هنا لازم يبقى اكبر من زيرو، ودي عشان تبقى من زيرو يبقى المقام اكبر من زيرو عندي، اللي هو كي ناقص واحد اكبر من زيرو يبقى كي اكبر من واحد، ولازم الباست يبقى اكبر من زيرو برضه. الباست اكبر من زيرو قسمت على اتنين، همسك دي احللها، احللها لان دي معادله تربيعيه، لما تحللها هتطلع فيه قيمتين لكي. لازم القوس الاول يبقى اكبر من زيرو، والقوس الثاني يبقى اكبر من زيرو، القوس ده يطلع لي كي اكبر من خمسه، والقوس ده يطلع لي كي اكبر من سالب اتنين، تمام يا شباب؟ طبعا ادي عندي شرط شرط، وفي شرط هنا، هدمج الشروط مع بعض. كي اكبر من واحد، كي اكبر من سالب اتنين، وكي اكبر من خمسه، يبقى السيستم عشان يبقى ستيبل اخد كي اكبر من خمسه، عشان بحيث ان الشرط يبقى متحقق في الثلاثه مع بعض في نفس التوقيت، يبقى كي اكبر من خمسه، يبقى عشان السيستم يبقى ستيبل يبقى كي اكبر من خمسه، يبقى كي اكبر من خمسه ستيبل، كي من زيرو لخمسه انستيبل معكوسه خلف المساله اللي فاتت. لما كي تساوي خمسه يبقى كريتيكال، يبقى كي كريتيكال بتساوي خمسه. عايز الاوميجا سي ار، ببص عليه، ببص على الصف اللي فيه اس تربيع، يبقى كي ناقص واحد مضروبه في اس تربيع، وده بيبقى الحد المطلق دايما، اقول زائد الحد المطلق بتساوي زيرو، اعوض عن كي بخمسه من فوق تطلع المعادله بالشكل ده. هتاخد المعادله دي تحللها، هتطلع قيمتين للاس، سالب وموجب جذر 6 جي، وقلنا دايما لازم يطلع بيور ايماجينال كونجيجيت، تمام؟ الاوميجا سي ار هتطلع من هنا اللي هي جذر 6، اروح للبي سي ار اعوض في القانون بتاعها، اطلعها بالقيمه دي. عندك الكي سي ار والبي سي ار، اروح اعوض في الجدول. انت عايز بي اي دي كنترولر، اروح للصف بتاع البي اي دي كنترولر، اطلع المعادلات بتاعته، المعادلات اللي هي بالشكل ده، اعوض تطلع بالقيم دي، تمام؟ طب لو عايز بي اي اعوض في معادلات، ولو عايز البي اعوض في معادلات. معادله البي اي دي ايه؟ بالشكل ده زي ما احنا قلنا، تعوض على التي اي والتي دي والكي بي اللي انا جبتهم من السلايد اللي فات، تطلع المعادله بالشكل ده. طب لو قال لك هات الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن، اروح البلوك الاساسي اضرب دي في الجي واعمل كلوزد لوب كده واخلصها، وتبقى المساله كده انتهت، وفيديو النهارده كده انتهى. Thank you.